والله البدو عامة يعني هم أولا بيحبوا فيما بينهم الصدق والأمانة، وبيحبوا كذلك إنه مالهم زايد مالهم في زيادة، وكيف إنه في هجن متسابقة يفرح للجمل الصبق وللجواد الصبق بيفرحوا به، وكذلك يعني فرحتهم بتكون برضو يا هو طبيعي في الأعراس، وبيفرحوا في المناسبات حقات الولود الأطفال إذا كان في مثلا مواليد جدد وكذا، فدي بيكون كل المجتمع بيشاركهم هذه الفرحة، وهم يحبون جدا يعني الصدق والأمانة، وأمالهم في زيادة، والخريف يكون جيد والقش يعني نامي ومتنوع وما في يعني قل في الأمطار وما في قل، دي الحياة هم بيحبوها وماشيين فيها وبحال يعني كده حياتهم. حياة البادية تبدأ بالآتي: منذ الصباح الباكر الناس عندهم رحلتين، رحلة من الجنوب للشمال وتسمى النشوق في موسم الخريف، وبتقضي فترة حقت شهرين، الأبل والمال الفي يعني من كل القبائل، الرزيقات، بني هلبة، مسيرية، الفلات القبائل بترعى البقر والبترعى الإبل، بيجوا ناشقين بيمشوا الشمال لمسافات بعيدة وتختلف منهم، يمشي شمال الفاشر، شمال كبكابية، شمال نيالة، بيمشوا حيث أن الموية قليلة. بعد ذلك بتم فترة 45 يوم إلى شهرين الموية قلت في الشمال، برجعوا الجنوب حسب المطر المختلف للجنوب، وبتسمى هذه الرحلة اسمها الوطي، بيمشوا الوطي هناك ببهايمون، وبتم باقي الفترة لغاية من الخريف الجاي. في الرحلتين في كل مرة في إحساس جديد وفي شعور بالحياة جديد، في فرحة جديدة لما يحطل الخريف والمال يقوم ساير من الجنوب ماشي لرحلة النشوق شمالا، يكون في يعني فرحة شديدة تعم النساء والأطفال والرجال، وحتى المال يعني لما ينشق يواجه النشوق بفرح إبل على بقر على غيره، بيكون في تسابق لناحية الشمال، وبيكون في شعور غامر جدا جدا بالسعادة، لأنه هتخش مناطق جديدة كان ألفتها وبتمر بديارك القديمة، وده بيستلهم همم الناس الشعراء والحكامات، بيتكلموا في تراثهم وفي قانونهم وابتهاجاتهم بهذه الفرحة، وفرحة هي ما بتطول يمكن شهر أو شهرين، بياخدهم تاني الحنين إنه المطر هنا قلت والوطي جفت، بحاولوا برجعوا للجنوب بتكون تاني في فرحة معاكسة للجنوب، نمر بالدار الفلانية والموقع الفلاني تذكروا فيه، فالفرحة في الرحلتين غامرة، يبقى الحياة كلها في سعادة وفي سرور وفي حبور. البدو ناس ترحاب وناس استقبال الضيف وإغاثة الملهوف، ويتعاون فيما بينهم في الأعراس في الوفيات، وحياة جميلة جدا جدا، حياة ممتازة وبسيطة وما فيها تعقيدات أبدا، والناس يعني هم بجانب الرعي كذلك بيعملوا لهم الناحية الاجتماعية بتاعت مزارع، ولا من بهايم مدخلات سوق وأخذوا المحصول من المزارعين يتبادلون في الأسواق، وعندهم أفراح في الأعراس وفي المواليد، وحياة يعني جميلة، وبالنسبة لنا يعني حياة كاملة تماما ما فيها شيء ناقص. والآن الدولة برضو دخلت التعليم حق الرحل، ده كان الفاقدنا، أي منطقة تكون في دامرة، والدامرة معناها بيوت أكثر من 20 من 30 40 50 بيت بتكون دامرة ثابتة، والمال برحل شمال وجنوب، والناس دي قاعدين ثابتين في دامرتهم، الدامرة لأنها بعدها بتقدم التعليم وبتقدم القرآن الكريم وبتقدم الصحة للناس، وما في شيء يعني ناقص في هذه الحياة، الناس حتى التكنولوجيا الاتصالات دخلتهم، الراعي شايل معه طاقة شمسية وبيسرح بماله وبيتصل بالمجتمع، فبقت الحياة جميلة جداً يعني.